في الركبه الصحيحه ولا صح في الطريقه هذه، لما تكون مره دقتك عاليه في الطريقه وحصان مره موزون، لما يخاف من شيء معين تبالغ في فعل جميع الخطوات اللي ذكرتها سابقا. لما حصان يجفل، رقم 1 تخلي طالع الشيء، رقم 2 تحركه باتجاه الشيء، رقم 3 تحركه حوالين الشيء، يصير الشيء يساره وهو يمين او هو شيء يمين وهو يسار، يعني تعوده على انك تحكم فيه من الجانبين، ثم تخليه يعطي الشيء المخيف بهرمك حتى تدقريوس عليه، ثم تدخل في دخول كما اذا كان شيء يدخل زي المويه والمويه وغيره، التحكم في الاندفاع واتجاه اثناء الدخول. اذا كان شيء ثابت وعادي زي الشبك، مويه، عقم، كيس الى اخره، تاخذ راحتك، يعني شيء لن يتاذى لو دخلت فيه بالحصان او خليت الحصان يدق عليه ويصدمه يدف يضربه الى اخره. لكن مثل لو كان شيء ثابت لكن خايف عليه زي السياره، جدار، شبك الى اخره، فالحصان خايف خوف حقيقي لازم توزن عليه. نفس الوقت ما قدرت تبالغ في دف الشيء او القرب منه خوفا على هذا الشيء، سواء خوفا على الحصان منه ممكن يعور الحصان لو حصان ضربه وصدمه، او ان الشيء نفسه يخربه او يتكسر زي السياره وغيره. سو بحدود، بمعنى لا تمشي على جنبه وتدفها، بس ثبته هي جنبه، لا تدق عليه وتخليه يصدمه بقطعته، لكن عط ظهره لها او خلها وراه وثبته شوي، خل بينه بينه مسافه حتى لو رفس ما يوصلها وما يطقها. فلا تتنازل تماما، نفس الوقت لا تبالغ، لان التنازل التام هو ما يعرف انك تنازلت لانه الشيء ده سيؤذيه او انه هو بيخرب الشيء، يرى انه رفض وانك وافقت انه يرفض. زي ما ذكرت سابقا، كون الحصان يرفض شيء معين تصرف الصحيح اللاشعوري بدون ما تفكر، وانك تصر انه يسوي اللي تبغاه بالشكل الصحيح. فكره انك تخليه ينجح في قول لا، معناته انك لاشعوريا سويت خطا، واللي يسوي الخطا لاشعوريا في وضع معين بيسوي في وضع اخر. فببساطه فكرة انك الحصان اذا قالك لا ينجح في قول لا، مفروض انه ما يكون خيار اصلا في طريقة الركوب هذه. نعم اقدر اسويها بحدود او ما بالغ مرة ب خلينا نقول التحكم بالحصان، لكن يبقى عدم المبالغة شيء، واعطاء الحق في قول لا تماما شيء اخر. طبعا استثناء وارد، مثلا افرض مثلا الشيء خطير ومتحرك باتجاه حصان زي السيارة او شيء في خطوره، استثناء وارد. لكن حتى الاستثناء بتلاقي انك متحكم، مثلا لو ما وقفته والشيء وراه اضطريت امشي مشي عادي، امشي وانا سانده او راده، هو يبغى ينطلق انا امشي مسار، هو يبغى يخب انا أثنى. الزبده اللي يصير لابد يكون اللي انت تبغاه بالضبط او اقرب اللي انت تبغاه من اللي يبغاه، والا في الاوضاع الاخرى بيزيد طلب. الان يكلا لانك صادف انك اعطيته فرصه يقول لا، لان الشيء انت خايف عليه او خايف عليه من الشيء، بكره بيقول لك لا في وضع انت ما انت خايف عليه فيه، فبتبالغ في جعله يندفع له عشان تاخذ حقك من الشيء اللي سواه سابقا. فحتى لو ما اخذت راحتك هنا بياخذ راحته هو في امور اخرى، فتضطر تجيب كل ما عندك زياده. زي بالضبط لو تكلفت في التدكيه او الساحب وغيره، ما زلت قد او ما جمعت قد او ما تكيت قد، سينتهي بك المطاف ان بيبالغ بالثلاث زياده في وضع اخرى، تضطر تثقل زياده. يعني فيك انك تاخذ حقك، مو بتاخذ حقك للدعوه او حقي او حقك، تاخذ حقك قصدي انك باختصار لا شعوريا مفروض ترد على الخطا بصح، مواكبة قدرتك على فعل الخطأ لا شعوريا، يعني ركوبك خاطئ.